مرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الثاني. في هذا الفيديو سنقوم بطرح ومناقشة أهم الموضوعات التي سندرسها خلال هذا الأسبوع الثاني. كونوا معي. الفكرة العامة: الوطن يجمع ولا يفرق، ويوحد الناس على حبه والانتماء له، والتفاني في العمل لرفعته والدفاع عنه. دعونا نرى ما هو هذا الدرس. أيضا هنا ستظهر مهارة حل المشكلات لديك عزيز الطالب. ستختار إحدى القضايا وتقترح حلولا لها. قضية وطنية: تسرب بعض الطلبة من المدرسة. ربما سنرى ذلك في المناطق البعيدة أو النائية. نريد الحل. إذا أردنا الحل، بداية علينا أن نعرف الأسباب. فإذا عرفنا السبب، استطعنا الوصول إلى الحل. نقص المياه في الأردن. الازدحامات المرورية في المدينة. لماذا نرى هذا الازدحام؟ فكر في حلول لها. البطالة في الأردن. وللتذكير، البطالة هي عدم توفر فرص عمل لكافة المواطنين. أيضاً سنتعرف إلى دلالات التربية الوطنية والمدنية وممارساتها. هناك دلالات عدة نتعرفها. هذا الشكل يلخصها. أولاً: الهوية الوطنية، نظام الحكم، المواطنة، المشاركة في الحياة العامة، القضايا الوطنية، حقوق الإنسان. في الدروس المقبلة سنقوم بدراسة كل بند من هذه البنود بتفصيل أكثر. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى البطاقة الثالثة، وهي: أتحقق من تعلمي، أوضح دلالات التربية الوطنية والمدنية. وأيضاً بالرجوع إلى الدستور الأردني، أنقل الجدول الآتي إلى دفتري وأكتب حقوقي وواجباتي. كما يظهر أمامكم على الشاشة هنا، سنقوم بكتابة الحقوق هنا والواجبات في هذا العمود. أبدي رأيي. ستلاحظ أن الكتاب يمتلئ بالنشاطات التي ستجعل عملك في هذا الكتاب أكثر. لاحظ معي، أبدي رأيي في العبارات الآتية: حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. هذه هي حدود الحرية. ماذا نعني بذلك؟ هل يحق لي أن أشغل الموسيقى بصوت عال وأقول هذه حرية؟ سنناقش سوية هذا العبارة. الشعور بالمسؤولية أساس تقدم الأمم. عندما يكون كل شخص في هذه الأمة، في هذا البلد، مسؤول، هذا هو أساس التقدم. سنناقش سوية وسأسمع آراءكم. أيضاً أناقش معلمي وزملائي في العبارات الآتية: أشارك في اللقاءات والندوات الثقافية في مدرستي. لا أشارك في أعمال النظافة في الحي الذي أسكنه. أركز على دراستي وأساعد زملائي. أهتم بقضايا مجتمعي ومشكلاته. أتابع الأخبار السياسية والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية. كيف ذلك؟ سنناقش سوية في الصف. أيضاً هنا أتأمل البطاقة الآتية: الصدق وقول الحقيقة سبيل للاحترام والتقدير. سنقرأ هذه العبارات ونناقشها سوية. بعد ذلك أيضاً قضية للمناقشة: زملائي في الصف، للمواطن الأردني دور في الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته.
أقرأ النص الآتي من الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بعنوان مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة، ثم أجيب عما يليها. سنقرأ هذه العبارة ويليها أسئلة توضح لنا كمية فهمنا لهذه العبارة. بعد ذلك وختام الحصة المراجعة. في هذه الأسئلة تستطيع أن تستجمع أفكارك وأيضا أن تسترجع ما درسته خلال هذه الأسئلة. الأسئلة تتوزع بين مفردات والفكرة الرئيسة، التفكير الناقد والتفكير الإبداعي، أعبر عن مشاعري، وأيضا سنقوم بالبحث في أحد محركات البحث ونكتب تقريرا عن رموز الأردن الوطنية الطبيعية ونعرضه أمام زملائنا. طلاب الأحباء، هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته خلال هذا الأسبوع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.